السلام عليكم، غبرت عليكم هنا من يوتيوب. راكم عارفين الدومين ديال لاي تيك ككل كان فيه ما كانش فيه الجديد بشكل كبير بسبب كاس العالم ولي ماتش اللي كانوا. فدابا غنرجعوا ثاني من جديد لي تيليفون ولي غادجيت اللي ولفت لكم فلاشين اجي نسولك، ورجعت لكم بمنتوج اللي غادي يعجب بزاف لي فان ديال ابل. راكم عارفين ولفتوا ديما منين ابل كتخرج لنا منتوجات جداد بالاخص دي غادجيت، يعني دي زيكوتور ولا مكانات ديالهم. كدوز واحد شهر شهرين كنلقاو بزاف ديال المنتوجات اللي داروا كيشبهوا المنتوجات ديال ابل، وهادشي من ناحيه ديال الديزاين فقط. عقلوا لهاد النقطه باش نرجعوا لها في هاد لا فيديو. فجبت لكم الشبيهه ديال الابل واتش اولترا واللي لاحظتهم تنتشروا بزاف في السوق، يعني كاين بزاف ديال لي كاتيجوري فيهم. فانا خديت وحده باش ندوي عليها وتكونوا على علم على يعني لي سبيكس اللي فيها والفرق ما بينها وما بين الاصلي، باش تيلك تاخذوا مثلا مكانه لي اصليه ما تصيدوش في هاد النقطه. ومعلم ان الثمن ديال هادي الله علاقه مع الاصلي وحتى حوايج اخرين. تالي سبيكس الاصليه راه دابا تقريبا كنقول واحد 9000 9500 درهم الثمن ديالها في المغرب، يعني جديده. اما هذه خديتها ب 370 درهم. فما نطولش، يلا دابا ندوي لكم عليها باش تعرفوا لي ديتاي كاملين، تكون فيديو اللي خفيفه. ونبداو دابا اول حاجه بالانبوكسين. كيفما لاحظتوا هذه هي المكانه ديالنا اللي اول حاجه ما سميتهاش ابل واتش اولترا، نسميها الواتش ويت اولترا. ومع العلم انه كاين بزاف دابا في السوق لاسماء مختلفين ودي باكاجينغ مختلفين. هذا اللي شفتو كيشبه شويه ديال ابل الاصلي. اما اللي لاحظت بزاف كاينين في السوق كاين باكاجينغ اللي مستطيل وصغير وفيه الالوان، يعني ماشي بحال شنو خرجت لينا ابل. نقدر نقول لكم من البدايه ونبارطاجي معكم دابا جوج نقاط، كاين ديزاين وكاين سوفتوير، يعني لوجيسيال كيفاش دايره في الداخل ديالها. فالديزاين راه سرعوه، راه قريب نقولوا واحد 90% ولا نقولوا 85% الاصليه. اما السوفتوير اللي غنوريكم من مورا الديزاين وغتشوفوه بعينيكم راه لا علاقه مع الابل واتش اولترا. الا قلنا الاصليه هنا في 100% فهذه بالنسبه للسوفتوير والتجربه ديالي اللي جربت فيها فراه غادي نعطيها 2%. تخيلوا من 100% ل 2% من ناحيه ديال السوفتوير. وبالنسبه للديزاين ديالها انتم شوفوا قدامكم راه شي حاجه اللي صراحه بوغوسه كتبان، لا من ناحيه ديال الجناب ديالها، من ناحيه ديال البطون هذيك الليمونيه اللي كاينه في اليسر فتا هي دايرينها نفس الشكل. غير انه لاحظوا الحاجه شويه خارجه على البلاصه ديالها باش تعرفوا راه ما مصاوبينش داكشي ديزاين 100% في لاكاليتي، مي كتبركوا عليها كطلع واحد الجهه كيخصهم تقادوها كامله باش تولي مسطح. عامه الشكل ديالها مخدوم، خدموه الصراحه، لا من ناحيه داك البوطون اللي كيدور في اليمين، ميتال باش مصابه كامل، كادرون سميطه اللي صراحه هي مخدومه. هذا اللون الاخضر اللي لقيت معاها في البواطه، وحتى هاد الليمونيه هي جات صراحه الشكل ديالها زوين. بما انه جبت لكم دابا الصنطات عارفوا راه ما كيلصقوش بحال الاوريجينال. لوريجينال راه هكا تخشيو السمطه في البلاصه ديالها كتشدنيشان بواحد البلاصه اللي فيها العيار وفيها بحال واحد البوطون في اللور ديال المكانه ديالكم. اما هذا راه فيه غير في اللور واحد ديزاين، غير الشكل ديالو اللي مرسوم كيف ما كتلاحظوا، ما كايناش بوطونه حقيقيه. وهذه تعرفوا بانه راه من استعملتها دابا هذه المده راه ديما كهذيك السمطه كتمشي اليمين ولا يسار، كتخرج من البلاصه حيت ما شاداش، ماشي اوريجينال. حاجه اخرى حتى دوك الفيسات اللي كاينين في لوريجينال في اللور ديال المكانه فين كاين الكابتر غير راسمينهم، دونك ما كاينينش فيسات لي حقيقيين. مي عامه هاد لي ديتاي ما كيبانوش عن بعد، يعني الناس اللي غادي يبغيو ياخذوا واتش يعني هاد المكانه غير باش على ود ستيل ديال ابل واتش اولترا فراه ما صعيب الواحد يشوف الفرق عن بعد. فكركم عاوتاني في الثمن ديالها، هذا 370 درهم. كاينين بزاف ديال لي كاتيجوري كيبدا كنظن من 200 درهم ما تقدر تبدا لا فيرسون اللي يعني ميته غير في الشكل اللي قريبه، وهذيك غالبا كيكون الكادرون ديالها صغير مقارنه مع ديال الاوريجينال. هذا لاطاي ديالو قدها قد ديال الاوريجينال، غير لي ديتاي اللي ماشي بحال بحال. الثمن ديالها غيمشي حتى لوحده اللي كيسوا 600 درهم و 800 درهم. هذوك 600 و 800 غيكونوا احسن بزاف في السوفتوير. جربت وحده مي دغيا عند واحد الصديق وكانت صراحه لا كاليتي ديال السوفتوير ديالها احسن من ديال هذه. فدابا نقول لكم الثمن ديال 370 درهم شنو
شنو لي سبيكس اللي كاينين فيها من ناحيه ديال الشاشه؟ راه شاشه اللي ال سي دي، الالوان ديالها عاديين، ماشي ديك لا كاليتي اللي طوب كيف ما نقدروا نقولوا. واللي لاحظت فيها حتى لا فلويديتي ناقصه، يعني لي هرتز شويه ناقصين ملي كتكونوا كتخدموا في الطاكتيل ديال بلاصه المنيو، فغتلاحظوها تما. ملي كتشعلوها غتلاحظوا نسبيا لي بوغ اللي كاينين في الجناب كبار شويه على الاوريجينال. عجبني فيها واحد الفون ديكرون هو هذا اللي كيشبه يعني داك الشكل ديال الفيس واتش ديال الاوريجينال اللي فيه بحال بوصول، مي هذا ماشي ما فيهش بوصول، يعني ملي كتحركوا يديكم ما كتحركش. ما كيبقى صراحه هو الديزاين ديالو زويون. البوطونه الليمونيه الا بركتوا عليها هي اللي كتخرج لنا لي مود ديال سبور، دونك فيها شويه ديال لي مود ديال سبور اللي تقدروا تستعملوا ملي كتلونسيهم. كيتلونسا يعني الكرونو نيشان حتى كتسريو، هذا كيقول لكم شحال ديال الخطوات اللي درتو، لي كالوري اللي حرقتو. لي زابليكاسيون غتدخلوا لهم داك البوطون اللي كيدور، فكيخرج لكم المنيو كامل اللي كيبقى صغار ويكبر كل ما زوميتو وحركتو ديك الدواره. كاين اوبسيون ديال لي زابيل، يعني ملي كتكون كونيكتي مع التليفون كتقدروا تكتبوا لنا من هنا نيشان ويدوز لابيل. عامه السوفتوير ولا لوجيسيال ما غاديش نعطيه كاع المجال باش نقارنوا مع الاوريجينال، لا علاقه. الاوريجينال واخا الثمن ديالها غالي، ما راه غتاخذوا كاليتي واعره. انا جربت لي زابل واتش من ناحيه ديال السوفتوير، الا كان عندكم ايفون كيكون عندكم واحد ليكو سيستيم خطير واعر. اما هذه تقارن مع لي سمارت واتش العاديين، وماشي حتى مع ديال لي سمارت واتش ديال دي ماركلي معروفين. الباتري ديالها كدوم واحد يومين ثلاث ايام، ديال 600 درهم ولا 800 درهم طالعين، دونك كيدوموا غالبا واحد 10 ايام ديال لوتونومي. فيها كابتور كتقدروا تحسبوا الدقات ديال القلب ديالكم، مي ماشي اكزاكت 100% بحال مكانات اخرين اللي مختصين في هذا الشيء، يعني هي تقريبا ما لا بريسيزيون ديالهم ما طالعش. لي نوتيفيكاسيون ديال لي زابليكاسيون كنقدروا يجيوكم فيها. وواحد الحاجه لاحظتها، كاينين التصويره ديال الواتساب فيسبوك تويتر، ملي كندخل لهم هذوك راه ما كيدخلوش لي زابليكاسيون، راه غير دايرينهم وكاملين كتبركوا عليهم كيخرجوا لكم لي نوتيفيكاسيون اللي جاوكم. يعني داكشي تقول لكم راه السوفتوير ما مخدومش. بلاصه ديال الريفي باش اكتيفيو، تحكموا في اللغات، المهم دي زوبسيون اخرين اللي بازيك غادي تلقاوهم فيها. كخلاصه شخصيه اللي نقدر نقول لكم على هذه المكانه، انا خديتها على ود الشكل ديالها وباش نبارطاجي معكم، ندير معكم فيديو عليها. يعني حتى الناس اللي غادي يبغاو ياخذوها وما عندهمش كاع لا بوسيبيتي يعني باش يشريو الاوفيسيال ديال ابل، فهذه ياخذوها على ود الشكل ديال، ما ياخذوهاش على ود السوفتوير. انا كنبيع لها هذه اللي عندي دابا، ملي طاحوا بين يدي شي وحده اللي احسن اللي من ناحيه ديال السوفتوير وتا الديزاين، فراه غنعاود نجيبهم وندير لكم فيديو عليها. عندكم شي فكره شي اسماء قولوها عليا في لي كومونتير لتحت. هادشي اللي كاين، هادشي اللي بغيت نبارطاجي معكم على هاد الشبيهه ديال ابل واتش الترا اللي الثمن ديالها 370 درهم. بغيت نجيب لكم مكانات اخرين، فعطيوني فاش كيتراوحوا في الثمن، منين التالين الماكسيموم اللي تقدروا عليه باش هو اللي نتبازا عليه في لي غادجيت الجايين ان شاء الله. شكرا مره اخرى على التتبع ديالكم، ما تنساوش ديروا جيم، تلقاو في فيديوهات جايين قريبا. سلام عليكم.